حضرات المشاهدين السلام عليكم. نستهل اليوم أول حصة من ركن الاقتصاد والأعمال ونخصصه إلى الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية. وقد استضفنا اليوم الأستاذ عبد المجيد الشرفي الجامعي والاختصاصي في التاريخ الإسلامي، والأستاذ توفيق لشهب مدير مركزي لبنك إسلامي بتونس، والأستاذ منير قراجة خبير محاسبي، وأخيرا الأستاذ حمادي شوشان اختصاصي في المالية العمومية. أهلا بكم جميعا، وسوف نحاول قبل كل شيء أن نعرف الاقتصاد الإسلامي، إذا صح القول بأن هناك اقتصاد إسلامي. سعد مجيد تفضل. لا يمكن تعريف شيء غير موجود في الاقتصاد إلا من الناحية النظرية البحتة، لأن الاقتصاد ليس له دين. الإسلام هو دين أفراد وجماعات، لا دين نظم مهما كانت. ولهذا لا يمكن أن نتحدث لا عن اقتصاد إسلامي ولا عن سياسة إسلامية ولا عن مجتمع ولا عن اجتماع إسلامي بالمعنى الفني الدقيق لكلمة الاقتصاد الإسلامي. بقي أن هذا الاقتصاد الذي يسمى إسلاميا هو اقتصاد يراد منه أن يكون موافقا لعدد من المبادئ والنظريات والأحكام الفقهية التي تسمى كذلك خطأ أحكام شرعية، بينما هي فقهية بشرية تاريخية. بهذا المعنى يمكن للفنيين أن يتحدثوا عن خصائص هذه الأحكام الفقهية، ولكن بالنسبة إلي لا يوجد اقتصاد يمكن أن نطلق عليه صفة إسلامي بدون أن نحدد واضح المعنى. واضح جدا. سي توفيق لشب، أنت معناها مدير مركزي ببنك إسلامي، أعتقد أو من المحتمل أن لا تكون موافق لسي عبد المجيد الشرفي. والله في جزء من كلامه أنا متفق معه. نعم. متفق معه في كون في العصر الحالي ما ثماش دولة في الاقتصاد إسلامي مبني، وإنما كلها محاولات لبناء اقتصاد إسلامي. لكن هل موجود اقتصاد إسلامي، حتى هيكل أو نموذج لاقتصاد إسلامي حتى نحاول بناءه؟ هو الاقتصاد في السابق وقت كانت دولة إسلامية في القرون الأولى وقت كانت تطبق الشريعة، ما كانش ثم حتى حاجة باش نسميه الاقتصاد وقت إسلامي أو غير إسلامي. كانت هي بصفة عامة مبادلة تجارية سواء بين المسلمين أنفسهم بين تجار المسلمين أو بين المسلمين واللي يقرب لهم الديانات الأخرى ولا من الحضارات الأخرى، وما كانش في فائدة كان يتم معناها بالطريقة اللي يرتضيها. وإنما رجعت توا كلمة إسلامي رجعت مؤخرا، علاش؟ على خاطر بدأت هي أولا بدأت بفكرة البنوك الإسلامية. البنوك الإسلامية هو أنا بدي في تقديري معناها الوصف ربما غير دقيق، أنا أفضل مثلا استعمال كلمة بنوك لا ربوية، وإنما جرت العادة عند الناس باش يسميها بنوك إسلامية pour la démarquer pour la faire démarquer، معناها باش يفرقوا بينها والبنوك العامة. خلاصة القول أنه حسب السي توفيق لشب هناك اقتصاد إسلامي ولكنه حيز البناء. نعم. سي حمد الشوشان، هو حسب ما وقع البحث فيه يرتكز على مبدأ النفعية. نعم. بمعنى يكون نشاط. لا في الفترة ذي هل تعتبر أن هناك اقتصاد إسلامي إيه ولا؟ موجود هو اقتصاد إسلامي في بعض الدول. كيف تعرف أنت؟ لا هو صارت فيه تعريفات هي. نعم. تعريفات من أخصائيين وأخصائيين في الميدان هذه. وصلنا اليوم إلى 1,200 مليار دولار في التعاملات بتاع الحجم. 1,200 مليار لا تعرف الاقتصاد الإسلامي. قلت لك حسب رأيك أنت، هل فما نمط اقتصادي معين يسمى اقتصاد إسلامي؟ فيه هو مالية إسلامية. نعم. وهذا لما فهمته من بحوث بتاعي والأبحاث بتاعي، مالية وبنوك مالية إسلامية
تمنع الربا وتشارك مشاركية هي تو الأخيين الخبراء يعطيونا شنو الأنماط متاع النشاط البنوك هذه. وهذا السؤال اللي بعثنا أكثر إلى أبعد حد هو مدى أوجه التكامل بين البنوك الإسلامية ما يسمى البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية والبنوك التقليدية. حتى أنه حسب رأيك فما معناه فما نمط اقتصادي يسمى اقتصاد الإسلامي. أستاذ منير قراجة، والله في الحقيقة ربما ثم بعض الخلط ما بين موضوع يعني الاقتصاد الإسلامي والمالية الإسلامية. إذا كان مش نرجع للاقتصاد الإسلامي هو في الحقيقة موضوع أعم وأعم بكثير من المالية الإسلامية، لأنه في الاقتصاد مش نرجع إلى ركائز الاقتصاد اللي هو حق الملكية الفردية، اللي هو الملكية الفردية من أجل ماذا وشو الهدف من الملكية الفردية إلى آخره. هذا من ناحية الاقتصاد الإسلامي. يعني حسب رأيك موجود كان مط موجود هو على أرض الواقع أو غير موجود؟ هو كان مط موجود. أنا اللي يهمني على الأقل كمختص في الشؤون المالية هو كيفية دمج الاقتصاد ما يسمى الآن بالاقتصاد وبالمالية الإسلامية في إطار المعاملات الموجودة في مجتمعنا. حتى حد الآن نشوفه إذا هو موجود ما هو تعريفه، إذا غير موجود مثل ما يعتقد سي عبد المجيد الشرفي فلا يستحق التعريف. إذا كان كما قلت لك مش الاقتصاد الإسلامي بل المالية الإسلامية هو مجموع المعاملات المطابقة كما قال سي عبد المجيد إلى لمجموعة من القواعد الفقهية التي تتماشى والشريعة الإسلامية والتي لا تبعد كثيرا عن ما هو متعارف عليه حتى في القوانين الوضعية باستثناء بعض الأشياء كما الربا مثلا. وبالتالي هيك علاش تو مثلا القانون التونسي الآن حتى القانون الموضوع التونسي في 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 أكثر جوانبه لا يبتعد كثيرا عن القواعد الفقهية المتعارف عليها إلا في بعض الجوانب. أستاذ شنية أنت تعتبر أنه هناك نمط اقتصادي معين يسمى الاقتصاد الإسلامي بما فيه المالية الإسلامية، شنية الركائز متاع هذا الاقتصاد الإسلامي وبالخصوص المالية الإسلامية اللي سيادتك تعمل فيها ليلة النهار أو على الأقل نهارا؟ لا حتى في الليل. أنا تقريبا باش نكونوا عاملين ما نحبش نقول في النظريات برشا. نعم. لو كان نحب نعرفه بعجالة، الاقتصاد هو بصفة عامة على الأقل الاقتصاد الرأسمالي. نعم. عني بخلق الثروة. سمحني الاقتصاد الإسلامي غير الرأسمالي هو أنا مش عارفه لك باش يكون باش يكون معناها لعمق الموضوع تقول لي اقتصاد رأسمالي. لا أنا وقت الرأسمالي لا باش ما نتلزمش باش نعرف الاقتصاد الاشتراكي. أنا مش نحكي على الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الإسلامي. الاقتصاد الرأسمالي تقريبا نجمو نحاوصو ونلخصو نقولو عني بخلق الثروة. والاقتصاد الإسلامي الاقتصاد الإسلامي عني بخلق الثروة. نعم. وتوزيعها. يعني في التوزيع نتاعو مثلا في الاقتصاد الرأسمالي كلنا عارفين نجم واحد يبدأ ميتين ملياردير ويبدأ بجنبه إنسان جائع ولا ما عندهش ولا ما يخدمش، لا يعنون بهذا، وإنما الاقتصاد الإسلامي يعني بخلق ثورة، يعني بتوزيع، يعني يعني بالفقراء، يعني بالشغل، يعني بالشؤون الصحية، يعني بتوزيع الدورة الموافق على هذه المفارقة بين الاقتصاد الإسلامي والرأسمالي؟ لا أعتقد ذلك بتاتا. أولا حين ننظر في التاريخ. نعم. فأننا نلاحظ أن كل المسلمين وكل الفقهاء المسلمين لم يهتموا بخلق الثروة، لم يهتموا إلا بتوزيعها. لماذا؟ لأن الثروة بالنسبة إلى المجتمعات التقليدية كانت متأتية إما من الزراعة والرعي أو من التجارة إما الداخلية أو الخارجية أو من الحرف اليدوية البسيطة. هذه هي. وبالنسبة إلى الدولة على الأقل في الفترات الأولى كانت من الغنائم، الفيء والغنيمة، ولهذا اهتموا بتوزيع الغنائم
والفي أكثر مما اهتموا بخلق الثروة. خلق الثروة هذا مفهوم حديث في تاريخ البشرية لا في تاريخنا نحن فقط، لأنه مرتبط بتطور الفكر الرأسمالي ومع الثورة الصناعية وصعود البرجوازية إلى غير ذلك. وهذا الاقتصاد الذي له قواعد كونية ليست لا إسلامية ولا مسيحية الحكمة ولا بوذية المؤمن، هذا الاقتصاد إذا ما اعتبرنا أن أهم جانب فيه هو الجانب المالي لأن فيه بنوكا لا ربوية، فأنا أعتقد أنه لا بد من توضيح هذا المفهوم، مفهوم الربا. مفهوم الربا يؤول بصفة غير علمية البتة بأنه مرادف للفائدة، وهذا غير صحيح، لأن الربا عندما ينص عليه النص القرآني فيعتبره أضعافا مضاعفة، أضعاف مضاعفة. وعندما ننظر إليه من الوجهة التاريخية نلاحظ أن الربا كان يترتب عليه، على الذي لا يستطيع أن يفي بدينه يترتب عليه استعباده، يصبح عبدا للدائن. فالفائدة ليست ربا، لا بالمعنى الأضعاف المضاعفة ولا بمعنى أنه يترتب عليه استرقاق. فكل البنوك في البلاد المنظمة لا تسمح بالربا، بمعنى اليزور، لا تسمح بذلك سواء ادعت أنها إسلامية أو لم تدعي ذلك. الدول المنظمة والمتحضرة لا تسمح بذلك. في كل بلدان أوروبية عندك لو تو دانتيري كورون لو تو ديزور طبعا ممنوع. طبعا في فرنسا تو تقريبا تو ديزور سي 14% 14% تو ديزور، يعني ممنوع لاي مؤسسه مصرفيه ان تعطيك قروض بسعر الربا. سي حمادي انت شو اللي فرق في نظرك بين الاقتصاد الاسلامي والماليه الاسلاميه والراسماليه مثل ما عرفها الاستاذ توفيق لشيخ؟ هو احنا هنا فتنا بشوات كبيرة قبل ما نعرفه بالإسلامية، المالية الإسلامية لأن عندها مقومات وعندها نوع من المخاطرة. ولو خير بحذينا خاطر عليش تويك صار منتدى الأول في تونس على الاقتصاد الإسلامي، وكأنه بالحكومة لقات مصدر تمويل جديد اللي هو باش ينقذ الاقتصاد التونسي. وتركزت عليه معناها بصفة كبيرة أنه هذا كأنه حل بديل إلى التمويلات وصعوبة التمويلات، خاطر عنده عدة أوجه في المالية الإسلامية ولو خيان يعرفوها بالكده، هي المشاركة والصكوك والواحد دونك وعدة أوجه أخرى، بحيث ان النوعيه من التمويلات هي نوعيه جديده، لانه مصادر حسب رايك انت هذه الاليات اللي هي المشاركه والصكوك والمضاربه والى اخره، هل هي عندها مرادف الاقتصاد الراسمالي او لا؟ عندها مرادف. شو الفرق بينها وبين عندها مرادف؟ الفرق هي هما ديزنتري كاموفلي في الاخر. هي حيل انه اذا كان ناخو الصكوك، الصكوك سي سون دي بون دي تريزور بامور اخرى وفيها الربحيه. دونك المفهوم الانتريس الانتري الفائده ممنوع، صف يتبدل بالربحية في الواحد. وعندك الملكية هذا زاد ستب، معناها نقطة هامة ياسر، كي تاخد من انت من القروض تاخد باش تشري دار من البنوك التقليدية تتملكها وتنجم تاخد تيتر فيه كل بريفيليج لأنك تخلص الأقساط. في خصوص التمويل الإسلامي تاخد دار وما تتملكهاش، ما تتملكها إلا بعد ما تصير
دفعت انت القسط نعيش تزيد انت تسلحني الا نوع المفهوم مفهوم صعيب شويه كان تسمح. هذا هو النقطه نقطه الاختلاف في هذا. لا نكمل 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 حاجه برك. هل انا نحب هم يجاوبوني سؤال شنو الفرق انت ام انك ما عنديش. هل ان شنو وجه الاختلاف ما بين الليزينغ وال الايجار الاسلامي؟ الايجار الاسلامي هو في الحقيقه ربما لهنا بدا سي عبد المجيد قربنا شويه لب الموضوع حكايه الـ الـ يعني الفائده والربا. انا شخصيا معناها يعني ميدان التمويل الاسلامي ربما اكتشفته مؤخرا وكانت عندي معناها عندي العديد من المؤاخذات والعديد معناها من ملاحظات حول شنو الفرق بين التمويل التقليدي والتمويل الاسلامي وربما شنو الفرق بين معناها في الحقيقه مساله الربا والحاجه هو الربا اللي اضعافا مضاعفه هذا يعني ما ورد في اول معناتها في اوائل الايات اللي حكيت على الربا الربا لكن بعد في مراحل متقدمه اللي وقع تحريمه هو الربا اصلا معناها ما عادش نقولوا يعني عن المرجعيه القران هي في النص القراني في النص القراني معناها من الاول حكى النص القراني حكى عن الربا اللي هو اضعافا مضاعفه يعني اللي هو سميوه تو دي تو اكسيسيف ديتو دي ديزيو و بعد احكاء على الربا في المطلق. شو نقول لك انا تو كي تقول لي شنو الفرق بين الربا وبين الربح اللي ياخذه الممول الاسلامي؟ هو في الحقيقه ثم مبدا هام جدا بالنسبه للتمويل الاسلامي. هنا نبعد على الاقتصاد الاسلامي في العون ونجي للتمويل الاسلامي. هو المخاطره معناتها المبدا العام بالنسبه للتمويل الاسلامي هو المخاطره. لو في البنك التقليدي شو يصير؟ البنك يقرض التاجر والتاجر ولا الصناعي ولا يعني المهندس ولا يقوم بالعمليات مختلف العمليات ويرجع القرض للبنك. يعني البنك ما ياخذش مخاطرة تجارية ما ياخذش مخاطرة مخاطرة على العملية التجارية. شيء قبلها في العملية. شيء قبلها في التمويل الإسلامي يقول لك الممول يلزم يخاطر تجاريا مع صاحب العمل. ايش معناها كيفاش يخاطر؟ يخاطر يا اما بالمشاركه والمضاربه هذيك اللي هي العمليه الاستثمار يا اما البنك في العمليه اللي راهو فيها اليوم في تونس واللي هي المرابحه البنك يلزم يشري الشيء يشري البضاعه ويتملكها لفتره معينه ومن بعد يقوم بعمليه بيعها. وهنا نشاطرك الراي في أن المرابحة كما نلقاها توا في العقود الموجودة حاليا نظرا لأنه فترة التملك يعني قصيرة جدا إلى أنها تساوي صفر في بعض الأحيان. معناها عقد شراء مثلا المنزل العقار من طرف البنك وعقد بيع العقار من طرف البنك إلى الشاري النهائي يتم في نفس اللحظة وبالتالي فالمخاطرة تساوي صفر. وحسب رأيي تفضل انا باش نشري دعم نجي للبنك السي توفيق باش نقول لك تسلفني الفلوس يقول لي انا ما عنديش حق ناخذ عليك نسبه فائده نشريها انا وبعدين نشريها هو مضطر يمشي يسجلها في الضرائب وفي دفتر خانه معناها 6% في الضرائب ودفتر خانه وبعد ياخذ الربح نتاعو هو وبععد يبيعها لي بالربح نتاعو بدفتر خانه وانا نسجلها مره اخرى. لا 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 شنو هي؟ لا تسجل مره بالقانون الاخراني اللي خرج. كيفاش خرج القانون الجبائي اللي خرج الاخراني وقت يقع البيع في نفس اليوم سوف في نفس المجلس هو موجود قانون الجبائي حتى من قبل يقع الانسان يشري غيره فهمتني؟ كان تسجيل موجودة معناها موجود في القانون وتو تفعل وتو تعمم وتسماو معناها أنماط وأنواع التمويلات اللي تم فيها بالنسبة للبيع هذا بيع المرابحة تسجيل يقع مرة بعد يقعش مرتين يعني يشتري البنك في تونس في أوروبا على الأقل سيسير في تونس في أوروبا بالتأكيد أنه مفروض تدفع التسجيل مرة أولى ودفتر خانة مرة أولى بعد مرة ثانية سيسير. لا حتى في القانون القانون الجبائي الفرنسي تطور واتاح العمليه هذه. القانون الجبائي الفرنسي
شوف احنا قبل ما نوصل استاذ جسمان حبيت نعقب على كلام السي سعد مجيد من قبيله على النوسيون هذه نتاع تو ديزور الفرق بين الربا وبين الفائده وبين هذا نوسيون دو كونسيبت مودرن اللي بداوا يظهروا تقريبا في القرون الوسطى نعم مي في التاريخ كله الربا هو الربا كسوا في الدين اليهوديه في الديانة المسيحية ولا حتى من قبلهم معناها وقت الأغريق كانوا يحكيوا عن الربا بنفس التعبير اللي نحكيوا عليه توا ثم بعد وقت اللي في أواسط في القرون الوسطى وقت اللي سمحوا لأنفسهم في أوروبا باش يوليوا يتعاملوا بالانتريس يتعاملوا بالربا ولا سماو باش يفرقوا بين الانتريس بين الفايدة وبين الزيور هذا اسم التفريق هذا نعتبر لم يحصل في التقويم الإسلامي أن نعتبره لا تنجو أن نعتبر التفريق هذا تفريق ربما متاع نفاق من ناحية النظرة على الإيمان من ناحية النظرة الفعلية والواقعية تفريق لا يستقيم بحيث في نفس الوقت وفي جميع الدول كل واحد مقدر قداش تو ديليزيون اسكو وقت اليوم باغزومبل في بلدان تو ديزور 14 وفي بلدان اخرى 8 قداش تو ديزور انا هو ديزور وانا هو الفايده لا في فرنسا 14 في فرنسا 14 شنو معناه وقت ناخذ انا ب 13.99 هذاك يسمى فايده وكي ناخذ 14.01 هذاك يسمى انتريس وغدوة خرج القانون رد تو ديزور باغزومبل رد 20 دونك كي ناخذ 19.99 لا ربما التضخم هذاك موضوع اخر سي عبد المجيد مش لازم مربوط به انا مربوط به وانما اتجاه الربط هو عكس ما تصوروا يعني البنوك مش ضحيه تضخم وما جابوش الانتري هذاك باش يصلحوا وضعيتهم باش ياخذوا انديدو مجموع للتضخم ان نعتقد كون لتو الانتري هو اللي سبب التضخم اما فقط اضافه صغيره على قال سعد المجيد دونك لو تو ديزور و لو تو دانتري ان نعتبرهم شو اسمه دو كونسيبت اللي اختلقوا بور ان بزوا معين وقت الكنيسه حبت معناها تخلي بعض العباد يتعاملوا بالربا دونك انت ذكرت كلمه والله اختفتها مني كما يقول أيها سعد المجيد في السرادة لو سعد المجيد إذا ذكر النفاق وأنا بودي تذكر لي إذا هذه الصورة هل هي نفاقية أو غير نفاقية أنا نشري من عند بنك متاع كفار نشري دار يعطوني قرض تماش بنك متاع كفار تم بنك اي ما انا مو بنك تقليدي لا على خاطر لا سيستم التريكار عندنا بنوك يتعاملوا لنا بالانتريس نسميهم بنوك متاع كفار لا خاصة انه ثم طونطونس في تونس باش نمنعوا التكفير بالفعل ردوا بالك انا ما سمعت القانون انا ما سمعت حتى القانون لا مو بالمقابله مع الاسلاميه كل هذه بنوك معناها نتاع كفار تجي تشري دار مع عند بنك نتاع كفار يقول لك يعطيك قرض ب 100,000 دينار عندك نسبه الفائده 6% بتدفع 130,000 دينار في نهايه المطاف وانت من اليوم الاول مالك لبيتك جي السي توفيق ليش يقول لك لا انا اخاف الله احنا دوله ربانيه احنا بنك رباني بنك رباني ما يخاف من الله يخاف من ربي ان شاء الله انا كيما حركه ربانيه تخاف من ربي ان شاء الله حتى قناه حوار تونس قناه ربانيه ما تخاف من ربي ان شاء الله سي عبد المجيد يجي البنك الاسلامي يقول لك انا اخاف من ربي نشريها انا ندفع عليها المصاريف وكذا وبعدين نبيعها لك نفس اليوم ب 130,000 دينار هل هذا نفاق او غير نفاق معناها النتيجه بالنسبه انت مستهلك هي 130,000 مرات في البنك الإسلامي أغلى من البنك متاع الكفار يعني وين النفاق؟ أين يكمن النفاق؟ عند الكفار ولا عند المسلمين؟ يقول لي أنا إنسان أنا غير مختص فقل لي سي عبد المجيد وين لكي يمكن الحديث عن احترام معايير وقيم إسلامية حقيقية لا ينبغي أن ننظر إلى المسألة فقط من الناحية الشكلية لأن هذه الناحية الشكلية مضللة ينبغي أن ننظر إلى ما هو جوهري
ما هو مأتى هذه الأموال؟ مصادر الأموال. مصادر هذه الأموال التي تسمى إسلامية. أهم يسر. هذا هو الأهم. إذا يعني بدون نفاق، بدون لف ولا دوران، هذه الأموال هي أموال البترول. نعم. في أغلبها. أو أموال الفساد في كل مستوى. يعني بنك الزيتون أموال الفساد. يعني أموال الشعب. أموال الشعب. أموال الشعب. وأموال البترول هي التي تغذي البنوك التي تسمى إسلامية. هذا نهب لثروات الشعوب، وهذا النهب بالمعايير الإسلامية الحقيقية غير مقبول. غير مشروع. كيف هو نهب سعد مجيد؟ نعم. كيفاش نهب؟ نهب. من ينهب من؟ يا سيدي، انظر في تاريخ دول الخليج وفي موازين أو ميزانيات هذه التي تسمى دول وهي أنظمة عشائرية، وسترى أن الأموال الناتجة عن الريع البترولي هي التي تتحول بقدرة قادر في جيوب الأمراء والمقربين من أنظمة الحكم هذه، مما يعني أنهم لم يخلقوا هذه الثروة، أنهم استفادوا من وضع ليس للشعب فيه ولا للمسلمين ولا للعالم. الأموال الحرام طبعاً. سيتهر. هذه مشكلة. سيتهر. طبعاً هي حرام لأنها استيلاء على أموال عمومية. سيتهر. اتفضل بلي خلي يشوف. في خبر جمل جوان في نفس السياق، إنه من جملة أسس الربح هو التعريف متاعه هو إنتاج جهد الفردي من العمل والابتكار والمبادرة، وهذا كما قال شيء عبد المجيد هما أموال جيتهم مش من الجهد، من الثروة، لأنه هو مالكي الثروة الأرض وما تحت الأرض. هم استولوا على ثروة ليست لهم، هي للشعوب لا للأمراء والمقربين. وزيد نذكرك أنت قمت في المكتوب في المقال نتاعك بكومباريزون معناها بمقارنة ما بين البترول، إنتاج البترول النرويج وكيف تم التكسير هنا وهنا. هي. هي. والله ربما بعدنا شوية على الموضوع معناها في نفس نعمل جولة كاملة في كل محيط الموضوع. موضوع محيط. أول حاجة موارد البنوك الإسلامية ما هيش كلها موارد من البترول، لأن البنوك الإسلامية اليوم موجودة في تركيا، وفي بالي تركيا ما جابوش فلوس لا من البترول ولا من الفساد. اليوم البنوك الإسلامية موجودة في ماليزيا وموجودة في أندونيسيا وفي لندن. لا مش أغلب، مش أغلب حتى عددية به، وفي لندن وفي فرنسا. فلذا أنا الموضوع الأساسي أنا بديت تبعت في عبد المجيد لأنه قال معناها ما يزمناش نقعد وننظر في الشكليات وفي الشكل ونخليه الجوهر. أنا نرجع للشكل والجوهر فيما يخص عمليات التمويل وفيما يخص الربا والفائدة اللي تحكي عليه أنت، الوضعية اللي تحكي عليها أنت، ما ثم حتى فرق بين الربح وما بين الفائدة. وبالتالي وحتى بالنقاش معناها الحقيقة ربما كما قلت لك احنا مطلعين جدد على الميدان، لكن حتى المتضلعين في الميدان يؤكدون على ضرورة يعني ضرورة المخاطرة من طرف الممول. إذا كان ما ثمش مخاطرة من طرف الممول فهو ربا وشق ونص. هنا في الحال اللي تحكي عليها أنت ما ثمش مخاطرة، وأنا أقول لك على شنو يزيد ونص وأكثر. نعم. ومش نزيد أقول لك، وهنا عندك الحق أنت تعمل ما عندكم الحق، لأن المشكلة في المالية الإسلامية في العالم أنه على الأقل 60% منها تعتمد على عملية المرابحة، وعملية المرابحة هي اللي هي تاخذ شكل الحلال، لكن في أغلبيتها هي يعني أكثر عملية تمويل قريبة من الربا وبعيدة عن الشكل الإسلامي. معناها هنا بالحق مرابحة. إيه مرابحة بالحق
التمويل الإسلامي اليوم الموجود في العالم يعتمد أساساً على عملية المرابحة تقريباً 60%، واللي هي العملية المشبوهة أكثر. معناها يعني وهنا شو نقول لك؟ معناتها نقول لك اللي بالحق في التمويل الإسلامي يلزم ثم نوع من لونيتي انتليكتويال، معناها اللي نتناولوا بها الموضوع وما هوش معناها نعملوا شكل ولا اخر ونغطي الجوهر فجأة. وهنا هامش ماذا بينا السي توفيق لاشب باعتباره بنكاجي اسلامي مش يقول لنا اول شيء فيما تتمثل المرابحه. المرابحه هي تسمى يسميها الفقهاء من بيوع الامانات، يعني بيع امانه، كون انسان يشري حاجة وقت يجي بيعها يقول راني شريتها في السعر الفلاني وراني مش نزيد عليها ربحي كذا ونبيعها لك. الفيكس لا مارج. الفيكس لا مارج ويقول لك بقداش شراها. اللي يبيع لك ديريكتومون من غير ما يقول لك بقداش شراها هذاك يسمى بيع مساومة. إذا بيع المرابحة هم بيوع الأمانات، على خاطر لو كان أنت شريت ب 100 وتقول راني شريها باكزومبل 105 وهم مش نبيع لك ب 110 تسمى ما حفظتش الأمانة. تسمى خنت الأمانة، خاطر هو مش يتملك، قلت له هاني شريت 100 ومش نبيع لك الربح نتاعي 5. سواء في نفس المجلس ياخذ 105، سواء يأجل لك الدفعة نتاعها. نحن في البنوك اللاربوية، أنا أفضل المصطلح هذا، البنوك اللاربوية، على خاطر مثلا برشا تجار يتعاملوا من غير ما اسم تجار إسلاميين ويتعاملوا بطريقة لاربوية، معناه مش بشرطي، وإنما كما قلت لك أنا المصطلح هو فقط هو مصطلح صحفي ومصطلح عمومي أو مصطلح زاد ربما تجاري استعملوه بعض البنوك اللي نعتبره من لاربوية، كي يستعملوا كلمة إسلامي ويعرفوا المخزون الإيماني اللي في قلب الأمة هذه الإسلامية يجلب أكثر. من تلاعب العواطف أنا لا أنفي هذا، عاطفة الجميع. إذا نرجع بربي خلنا نقول إذا نشوف هم بيع المرابحة اللي يقولوا سيمونير ربما يقترب مثلا من ملانتريس، أن أعتبر كون ثم فرق جوهري وفرق هام جدا، خاصة كوننا مانيش نحكيو على المالية برك، نحكيو على الاقتصاد. نعم بيع المرابحة أنا قلت إذا كان مثلا مش مخاطرة. لا هي المخاطرة مش بشرط المخاطرة، أو حتى في البنوك اللي نسميها نحن بنوك ربوية ثم مرات مخاطرة، كل تمويل لمشروع جديد فيه مخاطرة. بانكينج إز بانكينج يقول الإنجليز، فيه مخاطرة كل مشروع. يعني المخاطرة هي ما تعطيش اسم الحق في الربا، كما عدم المخاطرة ما نجموش نقولوا ما يعطيش حق في الربا. قول لي تو كمل توضيحاتك على المرابحة. تسمح لي لحظة خلينا نوضحنا للمشاهدين فيما يخص المرابحة من ناحية الاقتصادية. المرابحة تنجم تجي تقول لي أنت يا أخي جيت أنا حبيت نشري من عندك الكيس هذا، جيت شريته أنت ب 100 بالحاضر، بعد بعته لي مثلا ب 105 على أساس باش يخلصك بعد عام. تقول لي مشيت للبنك اللي جنبك اللي أنت تسماه بنك تقليدي ولا تقليدي تاع كفار، أنت تسمي على مسؤوليتك. في 100 ناس مؤمنين وهم ليه مؤمنين واللي يتعاملوا معهم مؤمنين، وإنما نحن نعتقد كون من الناحية الشرعية معاملتهم مش صحيحة. إذا إجا نرجع للجانب المالي والجانب الاقتصادي. الجانب المالي أنا شريت دونك الكاس هذا ب 100 وبعثوا لي 105. جاء جاري البنكاجي الآخر أعطاك 100 على خاطر اعتبرك مجرد تنجم تصرف راتك، قال لك تفضل خويا عندي فيك ثقة ونعطيك 100 واشري بها أنت الكاس وراني هاني سلفت لك مية هيك مش رجع لي 5 فوق انت ليس اور مالوريزمون هذا ربا. هذا ربا بالنسبه بالنتيجه يظهروا كيف كيف عمليتين، خاطر كي مش تاخذ ناحيه الكلفه اجا ناخذ جوانب اخرى. الجوانب الاخرى كوننا نحن متاكدين 100% وقت نعمل تمويلات بالمرابحه كون جميع التمويلات مشات في بقعتها، مشات في سلع، مشات في مواد أولية. وإنما وقت نزلوا الأموال في حسابات الحرفاء أو أكثر من هذا، كي نعطيهم الإمكانية باش يسحب على المكشوف. الفاسيلتي كيس هذيك، عمركم سمعت بنكاجي جاء التاجر قال له راني خليتك باش تسحب على المكشوف وراهي لقيتك جابت أنت السلعة باغ إكزومبل تشريها جلد، ما لقيتك هكا مسيب شيك مخلص بها ريستورون ولا حاجة، أبدا. معناها وقت يحط لك الأموال عندك خليك جميع الإمكانية
اما باش تصرفها مثلا في امور استهلاكيه باش تخرج مثلا من القطاع الاقتصادي، او ربما تصرفها حتى في اشياء او في توريد اشياء او غيره، او هي اصلا باش نرجع علاقتها من ناحية الاقتصادية علاقة التمويل الإسلامي والتمويل الربوي والتمويل التقليدي علاقته بالاقتصاد هي الآتية. سمح لي، أنتم تعطيوا سيسي الكاس ما نعطيوش نعطيوش وي. هو العلاقة الإسلامية الربوية نكمل كلمة هذه ونرجع. أنا نعتقد كون التمويل التقليدي هو اللي يتسبب في التضخم. علاش؟ حاجة بسيطة جدا جدا. انت جيت او فور اكزامبل بحال الستار اعطيناك شي اسمه قرض مثلا 100,000 دينار، وال 100,000 دينار جيت حطيتهم انا في البنك قبلك، القرض هذاك اللي خديته 100,000 دينار حالا مش يعطيك اراده ومش يعطيك كونك قدره شرائيه. قدره شرائيه، القدره الشرائيه في اللحظه ذيك وقت نزلت لك انا 100,000 دينار، هل هناك سلعه انتجت مقابلها باش يبقى التوازن؟ لا أظن، أو لا أظن دائما على الأقل. نعم. وإنما لما أنا أشتري سلعة مقابل المال هذاك أنا متأكد 100% كون توازن أنت لسفير مونيتير إلى سفير غيال، معنى لسفير فيزيك يعني بين البضاعة والسلع من ناحية وبين النقد لم يختار. شو رأيك سياد ميزيد؟ أنا موافق سي توفيق فيما يخص بعض الإيجابيات في التعامل اللي تم في البنوك المسمات الإسلامية. أنا اعتراضي هو على مثلا أن هذه البنوك لا تمنع المضاربة بالنقود كما هو شأن بالنسبة إلى البنوك العادية سبيكولاسيون المضاربة على نطاق عالمي هذه موجودة وتسببت في كوارث بالنسبة للاقتصادات كبرى. هذه ممنوعة في الاقتصاد البنوك المسمى الإسلامية. أنا لا اعتراض لي على سبيكولاسيون ممنوعة على شنو؟ لا، بالنسبة إلى البنوك المسمى الإسلامية ممنوعة. نوضح حسب علمي ممنوع تشتري أسهم وتبيعها؟ لا مش أسهم، لا سبيكولاسيون تشتري الدولار الآن وتبيعه بعد دقيقه ولا بعد درجه ما يسمى بمشتقات ما يسمى بالمشتقات النقديه في المجلس. النقد بالنقد في المجلس، في المجلس معناه ليشانج تاع النقد شرعيا يلزم يتم في المجلس، معناه البيع الاجل للنقد غير جائز. سامحني انت مش نقد بنقد، تشتري في اسبانيا وتبيعه في نيويورك، هذا ممنوع، حرام ومش حرام حالا. سبوت سبوت جاهز وانما اتاري مجيد. هو في الحقيقة في الحقيقة اللي يحكي عليهم سعد المجيد هما المشتقات النقدية اللي زوبسيون اللي فيوتشر، هذم اللي بالحق هما المسؤول على معناها اللي كريس فينانسير اللي صار في لهذا انا قلت اعتراض لي على بعض العمليات التي تقوم بها هذه. المشكلة هي في أنني لا أقبل أن تسمى بنوك إسلامية لأنها تتعامل بحسب قواعد ليست من جوهر الدين الإسلامي، وهي من بعض النواحي مخالفة ومعارضة للقيم التي أعتبرها أنا القيم الإسلامية الجوهرية. هذه قلت بالنسبة أولا لمصادر هذه الأموال في أغلب الحالات. و سعد مجيد أنت رجل علم، أنا وقت تقول في أغلب الأحيان المصادر هذه هي ملوثة، عندك إثبات، عندك دليل، ثم دراسة، تاريخ معروف. معروف هو معروف حتى يا سيدي أعطيك مثال بسيط جدا. هذه البنوك هي ملوثة إلى درجة أنها بالنسبة إلى السودان مثلا في عهد النمير إدخال بنك فيصل الإسلامي للسودان هو الذي بسببه أعدم محمود محمد طاهر. ليست بنوكا إسلامية بالمعنى الذي يقبله ضمير المسلم المستقيم، هي إسلامية بمعنى التجير على المسلمين، استغلال وأوضاع لا صلة لها بالدين، هي أوضاع يمكن أن
نضبط قواعد أخلاقية وقواعد متفق عليها وتضمن العدل وتضمن القدم إلى آخره، لكن لا نسميها إسلامية لأن هذه القواعد يمكن أن تتغير بحسب الظروف. فلماذا ندجر على الناس؟ أنا لا أقبل ذلك. هذا هي مشكلة هي في هذا المشبه الذي لا أراه لائقا، لكن رغم ذلك فأنا لا أعترض على أن تكون البنوك المسمات إسلامية وهي عندي ليست كذلك، أن تكون هذه أن تستغل هذه الأموال في الاقتصاد التونسي. أنا أفضل أن تستغل في الاقتصاد التونسي على أن تستغل في الولايات المتحدة أو في بريطانيا. بدي نسمح بالله عرفتنا شوي هي المرابحة والبيع بيوع الأمانات إلى آخره. إيش هي المخاطرة؟ أنا حكيت عن المخاطرة؟ لا والله والله ملاحظة فقط معناها يجب السيد توفيق. هو في الحقيقة معناها يلزمنا ربما نأصل للأشياء شوي. هو ثم حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يحكي فيه على أنه الغنم بالغرمي. إيش معناها الغنم بالغرمي؟ هو بالضبط اللي يسميوه توا لكوبل ريسك رونتابيليتي، معناها الاداء والربحيه مربوطه بالمخاطره اللي هو من الاقتصادي عام. اش معناها الغنم بالغرمي؟ معناها كل مره باش يجيك ربح حلال يلزمك بشكل من الاشكال خطر بفلوسك، تخاطر بفلوسك. يصير مخاطره. المخاطره اش معناها؟ وقت اللي نجي ناخذ عمليه تمويل اسلامي بحته واضحه، نشري انا عوض اني نسلفك باش تشري دار، نمشي انا نشري الدار هذيك، ولا سياره يا سيدي ناخذ سيارات، نمشي نشري سياره، نبعث المصنع سيارات في اوروبا ناخذ 10 سيارات من نوع كذا نشريهم ونجيبهم لهنا لتونس ونبيعهم للحرفاء. يعني هنا ثم مخاطره من حيث الثمن، ربما الثمن يرتفع ربما الثمن ينخفض، مخاطره من حيث السوق ربما ما نلقاش شاري. وهنا اذا كانت وفرت عمليه المخاطره هذه اصبحت العمليه بعيده تماما. لا بشوى بالضبط هاوصلنا هاوصلنا لا سمح بالضبط. هو هذاك علاش البنك الاسلامي البنك الاسلامي هو مش يصبح يعني اقرب منه للتاجر من الممول البسيط. هذا هو كونه العملية. معناتها البنك الإسلامي مش يولي قريب ياسر من التاجر لأنه ياخذ خاطر، لأنه ربما عوض يعطي قرض الباعث عقاري باش الباعث يبني ونهار تليبية ويرجع له فلوسه، لا هو يدخل معاه في المخاطرة، يعطيه يموله ونهار اللي يتباعوا الديار يقسم معاه الربح متاعه. هذه حسب رأيي وحسب على الأقل ما عرفناه وما اكتشفناه، يعني الحديث هذا هو حديث هام ياسر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه تعتبر هذا خاص بالاقتصاد الإسلامي ولا؟ شوف أنا ما نقولش خاص بالاقتصاد الإسلامي، أنا نقول هذه قاعدة أنا ما نقولش خاصة بالاقتصاد، أنا مش نعطيك جوانب أخرى. شوف أنا حسب رأيي على الأقل كاختصاص في المحاسبة والمالية نتناول المسألة مش من ناحية العقائدية البحتة، لكن من الناحية الموضوعية. وقت اللي الممول يكون مشارك في المخاطرة يولي يعني شارك أكثر في المخاطرة، يولي ما هوش مطمئن، يعني يولي يتحرى أكثر، ما هوش نسلف لأي شخص باش نهارة اللي كان ما رجع ليش نبيعه نبيع له الرهنية متاعه نخلص. شو الفرق بين هذا العملية ذكرتها واللي يجيك؟ شو الفرق؟ يجيك سمح مش أقول لك الإيجار موجودة البنوك الإسلامية تقوم بالإيجار. العملية اللي ذكرتها أنا ما هيش ليزينج، ما هيش إيجارة، هي استصناع. لا هو السلعة ليزينج مش أقول لك. شوف مثلا الإيجار، عملية الإيجار المالي، لأنه يعني ثم الإيجار الطبيعي دار تكريها وتاخذ فلوسها، والإيجار المالي لأنك أنت تعطي فلوس ويخلصها في شكل إيجار وفي الأخر يشريها من عندك. العملية الإيجار قريبة ياسر من الشكل المالي. حاجة برك على الأقل تقنيا معنى كيف أستاذ حاجة برك. في الإيجار العادي مش تشري أنت السيارة مباشرة تشريها باسمه، مباشرة تشريها وتكلم، ويكون هو مصحح لك، يعني الشاري يكون مصحح لك في عقد قبل ما تشري أنت السيارة. يعني أنت قبل ما تشريها ضمنت بيعها بسعر معين، هذيك وقتها تتسمى ربا.
بينما في الإيجار، في الإيجار الإسلامي شو يشترطوا؟ نحكي لك تقنيا، في الإيجار الإسلامي شو يشترطوا؟ يشترطوا أنك عندما تمشي تشري السيارة هذيك بلها اللي مش يخذها كإيجار ما يكونش عنده ان انجاجمون فيرم، ما يكونش معناها مصحح على عقد انه يأجرها من عندك بالسعر الفلاني، تمشي تشريها ومن بعد عباره تقترح عليه، ينجم يقبل ينجم يرفض. معناها لعبه. لا مش معنى، لا 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 مش معناها لعبه. لا سامحني. ربي وربي يربي. كمل الفكره، كمل الفكره. انا مش نعطيك، انا مش نعطيك حالات. حريه الشاري النهائي هذيك فيها مخاطره. وهذا تجم تمشي تسأل شركات نتاع إيجار مركبها تكون في لا 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 مش أقول لك، أنا مش أقول لك لا، لأنه ثم في بعض حالات مشاو شراو الماكينات هذوكم ومن بعد السيد رفض أنه يشريهم من عندهم، أوكي عملية المخاطرة وموجودة الحالات هذه. لهنا اللي مش كما قلت لك، اللي مش يشري، اللي مش يشري عنده الاختيار، هيك الاختيار اللي تحطه له هو يحط المخاطرة نتاع عمل الشراء على الممول. معناها حبيت انا نعطي الفكره الاساسيه اللي تفرق بين الربا والربح. تو نسبه المرابحه قلت لك ترى حرام نسبه المرابحه قداش في البنوك الاسلاميه قداش مثلا عندي تشريوا لي انت ب 100 دينار قداش تبيعوا لي بقداش البنوك الاخرين ياخذوا التاري؟ مش هدي با؟ لا قل لي مساج. لا معنا تمشي قل لي مساج عطيني مثلا في بلاد الكفار. لا لا في بلاد المسلمين. الكفار في بلاد المسلمين قداش المسلمين من 6% وانت طالع المرابحة كيف كيف من 6% وانت طالع من شنو ربح المستهلك؟ أيوة هل ربح المستهلك؟ هل وقت يبدأ سعر الفايدة أو سعر الانتريس قد لمارش كوميرسيال قد همش ربحية في المرابحة يعني رمح عمليتين كيف كيف؟ معناه الزوز اللي يعطيو نفس النتيجة معناه بالضرورة أصلا كيف كيف؟ لا شنو الفرق أنت بين تشري في فرنسا مثلا اللحم حلال واللحم اللي هو مش مذبوح على الطريقة الإسلامية وزوز لحم وزوز بقري ويحتمل ما ينجموش يكونوا من نفس العجل من زوز من عجول توامة ينجموا يكونوا هذا عنده شروط تاع الحلية والآخر ما عندوش شروط هذيك اللي جعلته حلال مي سي لو ميم مارشي هو نفس السوق معناه ما ثماش على شنو واحد مش يكون اغلى من واحد بحيث اللي اذا سعر الفايده هو قد سعر الربحيه مش معناها راهي العمليه هي بيدها شنو الفرق بين زواج شرعي وزواج غير شرعي في حال كون في الحالتين ينتج ابناء دكتور اذا هي حليه العملية أو عدم حليتها مش بالنتيجة المادية نعم. اللي مش تفرز هي بالضوابط اللي تعمل مسبقا تسمع نحب أسكو واضح الساعة لا واضح واضح يعني المسألة نفسية نحب إيمانية أنا أقول عقيدة عقائدية أنا أقول فيها شوف بلي خلينا نكمل هو نحب نعرج على سي توفيق من المقارنة اللي عملنا ماهيش قائمة الذات ما بين فاسيلتي دو كاس وما بين شراء ملكية ناخذوا نفس الشراء الملكية والميم ميكانيزم تبقوه في نفس الحالات الحالة البنوك التقليدية ما تعطيكش فلوس تمول لك عملية شراء من عندك البنوك التقليدية والبنوك البنوك التقليدية كي تاخذ دار تتفاهم معاها بيع هي تشري هي تخلص البروموتور بيجي فاسيليتي دو كاس دونك وفيها ايبوتيك ضمانات في الـ في الـ في البنك الاسلامي نفس الشيء نفس الطريقه جروسو مدو اما هو يصير بيع وشراء مع فايده في المهام اللي تسميه انت ربح السؤال مطروح هوني شنو الربح وفائده البنوك الاسلاميه في العمليات هل معاملات نتاع المرابحه نجم نقول لك انا وهذا ما انا قريت عليه انا وشفته كون البنوك الاسلاميه وراها لوكوتي كوميرسيال شو معناها؟ معناها هي تحدد لك ما عندش شكون تشري دونك هي ولات بروموتور ولات كونستركتور ولات كوميرسون انت ما عندكش اختيار
اي موش الاختيار لا مش موافق ربما بعض البنوك سمح لي اعطيني انا اكزامبل انا اكزامبل مشيت البنك الواحد من عند بروموتور اكس خديت عطوني القرض قد من الكاباسيتي نتاع الاقتراض قالوا لي هاو لانتيري صحات الكونترا مشيت عملت الماتريكولاسيون خديت الواحد وقعدت خلص في البنك الى حد الواحد مع الرهنيه ليبوتيك الموجودة دونك البنوك التقليدية ضامنة الفلوس نتاعها. أعطينا الشيء المقابل الموجود به في نفس العملية هذه في البنوك الإسلامية وما هو الربح والفائدة نتاعها نتاع البنوك هذه. لا تم حتى لأن تم عدة فروقات. صحيح تفضل. أولا هي نحن تقريبا المعاملات مبنية على عقود. العقود بين البنك الربوي وبين الحليف نتاعو هي مسميات، يعني مثلا كما قلت لك عقد المرابحه اللي هو عنده التفصيل نتاعو تشري بسعر وتبيع بسعر. هو وقت لما مش يبيع لك مش ينتج عليك علاقه دائن الى مدين، يعني انا لما اشتريت المنزل ب 100 وبعته لك ب 130 يعني ال 130 اصبحت سعر المنزل اللي بعته لي نهائي. والسعر هذاك يبقى قار ونهائي لا يتغير الا اذا اردت انا ان اتبرع. تتبرع انتما مثلا؟ لا لا نحكي بصفه عامه. لا 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 خلاص مع بعضنا نقطه على خاطر نقطه هامه نحب معناها المشاهدين باش يفهموا. اذا هو عقد بيع انجرت عنه علاقه دائم بمدين، وإنما العقد الأصلي في البنك التقليدي هو عقد سلفة، يعني من اليوم الأول أنا سلفتك فلوس ولو أنا ما مديتهمكش في يدك ولو أنا أعطيتهم للسيد الآخر، بحيث العقد الأولاني هو عقد بيع، العقد الثاني هو عقد سلفة، التكلفة نتاعهم تنجم تكون كيف كيف، وهي في الواقع ما عمرها ما تكون كيف كيف. علاش؟ مثلا تو تقريبا جميع البنوك التقليدية يخدموا بسكون أبيل لانتيري فاريابل، معناها لي تو فاريابل. يعني الأكثرية الحريف يختار أو فاريابل. سمحني ما يختارش الحريف، وإنما إذا الحريف اشترط أن يكون جسم ديتو فيكس وقتها ربما يعطيه إنكوتاسيون تريت ريزيلف. القانون فقط للقروض التي تفوت 25 سنة يشرط أنه تكون انتو فيكس عمل اقل من 25 سنة. اما انا لان مفارقه سي مجيد حب ناكد عليها. البنوك وقت السير مش تقول له علاش ياخذ التو فاليبل، ويقول لك السوق يطلع ويهبط التو يطلع ويهبط، معناه يحبوا هم يفيرسو كوبرير كونتر دو ريسك دو فاريسيون دو تو. والكليون هذاك ما يسالش خليه يسيدي، معناه البنك اللي هي عندها مول الناس وقاعد تربح منها الفيرسو كوفرير 100% من ريسك حتى دو فاريسيون دو تو، خاطر هي فينالمون في الاخير هي نفرض السيدي خذيت 5% تو ومن بعد اسم لي تو فاريسيون، هي اصلا الاموال هذيك اللي اقرضتها هي اموال خلقت عملت لك كريسيون مونيتير. راهو اللي يعتقد كون البنوك التقليديه تمول وتسلف الفلوس نتاع لي ديبوزون المحطوطين عندهم راهو مخطئ. هي هذيك الفلوس عندها الناتور جوريديك، وانما الاموال اللي تمول بها البنوك هي اموال مختلقه تعمل لي كرياسيون الكري لا مونيه، يعني معناتها الدين هي نفسها. لا لا مش الدين، لا لا تخلق بعمليه بجره قلم، وذاك على اسمه موني سكريبتيورال، تخلق لك بجره قلم كريتور كونتابل اللي مش تعطيه. سمحي تبلي فما سؤال مهم جدا. نعم. خاطر التمويل الخواص يعني عنصر من عناصر النشاط المصرفي لكن مش العنصر الرئيسي. لو انتم كتجيو تمولوا مثلا مؤسسه صغرى او متوسطه لشراء معدات او لبناء مقرات الى اخره، شو ما الضمانات اللي تطلبوها؟ شو ما يعني انتم تعملوا مرابحه داكوردو هو ثم لكن شو لكن انتم تو البنوك الاخرى التقليديه يسموها التقليديه تجي باش تقول له مثلا جيش الماكينات كذا يقول لك ترهني كذا وترهني كذا ودارك وكذا، انتم شو ما الضمانات اللي تطلبوها؟ بالضبط انا جيت هو في معاملات البنوك الاسلاميه ثم دو تيب دو برودوي، يعني ثم زوز انواع كبرى نتاع التمويلات، ثم التمويلات المبنيه تسمى المعوضات، يعني على البيوع اللي فيها المرابحه
واللي فيها مثلا التأجير واللي فيها الأصناف هذه كل. وثم العملية الأخرى المبنية على المشاركة تسمى عملية التمويل وعملية الاستثمار. استثمار. العملية الثانية اللي فيها المشاركة وفيها المضاربة هذيك بالطبع ما فيها حتى ضمان. علاش؟ خاطر مش ندخل معك شريك مش حط هنا كبنك مش حط مالك إلى جانب مالك مش نستثمر مع بعض. أو إذا كانت مضاربة نجم أنا نعطي كل رأس المال وأنت بالعمل ما نتفق مسبقا على نسبة اقتسام الربح الناتج وأنا اللي بخسرنا أنا نخسر كل مالي وأنت تخسر العمل المخاطر. أنا قلت لك اليوم عندنا مؤسسة تمشي للمعدات لا ما نحب نعمل فرق في الناحية الأولى إذا مولنا بالمضاربة وبالمشاركة ما ثم حتى مجال باش ناخذ اي ضمان. تو اللي ضمن نفس الشيء كابيتال ريسك سمحت اذا مولنا ميسي كار ياخذ ضمانات اذا مولنا تو بالمرابح سي عبد المجيد نعم سي طاهر سمحت نعم اذا مولنا بالمرابح اش قلنا احنا؟ قلنا المرابح هو عقد بيع سينتج عنه علاقه دائن بمدين. طالما اصبحت عندنا علاقه دائن بمدين معنى انا لضمان الوفاء بالدين اللي عندي عليك نجم نطلب ضمان جاي الشرع. شو ما الضمانات تطلبوها فيما يطلبها البنوك التقليديه الاخرى بالضبط؟ ما عندها هل يستر كما قلت لك قبل هل اذا كان الكونسيكونس هي بيدا معناها رمز زوز كيف كيف هل توجيتني بربي سمح تفضل سمح انا لا قدر الله نعم القمار حلال ولا مش حلال؟ حرام حرام متفقين فيها. انا قمرت انا وياك لا قدر الله ولا سمح الله وخديت عليك رهنية دار ما تربحت. نعم نعم ما تربحيش كان شكوبه وتربحني خديت عليك لا قدر الله مثلا وليت انت مديني من القمار وخديت عليك مثلا عين رهنتها لك دار رهنتها لك وجيت في عملية اخرى بعت لك سيارة ولا بعت لك حاجة انت ما عندكش فلوس ما خلصتنيش مش أخو عليك رهني ده إذن القمار كما شو اسم البيع لأنهم بالنتيجة في الحالة دين إذا تقول لي إذا خذيت منها رهني وخذيت منها رهني هاكم كيف كيف ليس اللي مناش ستار بريكن تسمح حبيت نشوف شو الدور هل للبنوك الإسلامية دور متميز في عملية تنمية؟ نعم بالضبط توجيت ستة فيها ريع توجيت لا 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 سمح لي يا ستار كان تسمح بالله معناها بالضبط أنا التحذير اللي حذرت منه من الأول أنه الحديث عن المالية وعن الصناعة المالية الإسلامية وعن التمويل الإسلامي ينحصر في عملية واحدة اللي هي عملية المرابحة. لا 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 لا, لا, لا بالضبط هذا ما وقع هذا ما وقع في أثناء الحديث معناها كل الحديث عن التمويل الإسلامي انحصر في الحديث عن المرابحة. وأنا كنت من الأول حكيت أنه المرابحة بالحق هي من ناحية جزء وهي أنا يظهر لي هكا من حيث المخاطر التي يتحملها الممول هي أكثر عملية مشبوهة حسب معايير التمويل الإسلامي. تفضل. مشبوه. في حين في حين في حين أنه العمليات التمويل الإسلامي المعروفة واللي متعاملين بها صكوك الكثير من العمليات نجد من ضمن العمليات هذه عملية التمويل مع المرابحة هناك الاستصناع. الاستصناع اللي هو بالحق الممول يعني ياخذ مخاطر هامة مع الصانع. هناك كيفاش تمثل يعني كيفاش مثلا مثلا مصنع متاع سيارات صنع السيارات ياخذ وقت معين مصنع السيارات يحتاج الى تمويل في البنك التقليدي ياخذ التمويل ويصنع السيارات ويبيعهم ويخلص كانوا ربح ولا خسر يلزم يخلص ما كانش البنك تعمل رهون. في الاستصناع على الطريقة الإسلامية الصانع مش يصنع لحساب البنك معناها البنك يبقى يمول عملية التصنيع مرحليا حتى ينتحضر ويشريها من عند البنك ويشريها من عند الصانع ومن بعد يقوم ببيعها. هنا هذاك علاش قلت لكم في اغلب العمليات هذه كما يجي في العقارات ويجي في البواخر ويجي في عمل تشيل تطلب وهذه تعرف موجوده معناها في خلال العالم باش نحكيو زاده بطريقه موضوعيه يعني عده مصانع مصانع طائرات ومصانع بواخر ومصانع سيارات واللي تتمول عملياتها بالطريقه هذه. وهنا يعني هي عمليات ربما كي نحكيو عليها نجم نظهروا الفرق اكثر بين البنك الاسلامي والبنك التقليدي.
عملية المرابحة وكما قلت لك وكما أشاروا ليه الحقيقة العديد من الخيال الفكرة دي ما جبتش من عندي أنها هي العملية اللي ربما كما قلت لك معنا فيها بعض العيوب وهي اللي بالحق وسؤالك وإصرارك على السؤال معناها في محل ومشروع تماما لأن في بعض الأحيان سبحان الله احنا من أهل الاختصاص أنا شفت أول عقد لبنك تونسي معناها استشوروني فيه والخلاصة متاعي هذه شكليا تغيرت والشكل عمره ما ينجم تفضل أيوة. معناها ماذا بينا نفتح الحوار إلى الـ 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 الأشكال الأخرى أفضل شيء أي تفضل معناها نعطيك مثال أعطيني مثال معناها أنا كنت عايش في بلاد الكفار قبل سنة هم مؤمنين بدين يستهر مش كفار يستهر يستهر يسلى قانون التكفير سمحني يسلى قانون التكفير ما يكونش عنده آلية مرجعية مش نعطيك مثال حالة مفعول رجعي مفعول رجعي تلتزم مع البنوك الكفار وقل لي كيفاش إذا كانت في بلد إسلامي مع بنوك إسلامية كيف كانت تعالج بك سأل النجا أنا تونس هذا النجا هو السفر ولا حد شيء وبعد أنا حن ربي وليت عندي مؤسسة حليت مؤسسة معناها بتاع خدمات في عام 1981 بك هل المؤسسة معناها انتشرت ونجحت من البداية في البداية من 83 تقريبا نخدم في 70 مهندس ما شاء الله جيت للبنك أنا عندي لا دار ولا حتى الباسبور غلط الباسبور انتهى كان باسبور عراقي هرب بالروح جيت للبنك بنك الكافرين أهل الكافرين قلت لهم أنا محتاج إلى تقريبا وقتها مليار قلت لهم عندي شيء كضمانات حتى عندي توليد واحد وقتها مش نعطيه ملايك يا رهين بشيت البنكاج قلت راني حاشي بأن مليار المؤسسة عند عمينة حاشي مليار نشري به كمبيوترات قال يعطيني البيلون تاعك وقل لي ايش بيش تعمل بهم الكمبيوترات وايش بيش يربحوك فلوس قلت له هاي مثلا اليوم الخدمات على الكمبيوتر نعملها مناولة وكذا تكلفني كذا واذا بيش نشري كمبيوترات في المؤسسة بعد الجمعة قال تفضل ها هو مليار قلت لك ولا أي شيء أنتم في البنوك الإسلامية كيف تعالجون هذه الحالة والله نجيبك جيتنا نقول لك شوف ستة علاش أخذت ما نعطيوش مش ندرس الملف لا تفضل مش ندرس الملف بالطبع كيما هما قاموا بدراسته بتاتر هما عندهم مثلا جمعيات اكثر ولا متقدمين اكثر اللي يعملوهم في اسبوع ربما انا 83 مش اليوم ايوه كادر بند روح لازم اجاوبك ربما ربما الاجراءات نتاع عام 83 هي اسرع من الاجراءات نتاع تو هذيك كما كل بنك انا ما يلزمش يغيب على ظنك كونهم يلوحوا في الفلوس كما جيت درسوا عرفوا كون ثم جدوى في المشروع بنك عطاوك الفلوس وهذه العمليه هذه يكون مباشر اسمها في العالم الأجمع بسرعات مختلفة بنسب مختلفة الفرق الوحيد بين مثلا أوروبا وبين تونس هو فرق كبير في حكاية الضمانات علاش حكاية الضمانات؟ لأن في تونس ربما ثم عباد ما عندهمش حتى يدرس فيه هل ثم واحد في الأوروبا بالزمت ما عندهش أدرس؟ هل ثم واحد بالزمت في الأوروبا وخاصة عندهم هذه شو اسمها الشركات متاع الاستعلامات وعندهم شيء هو حتى تاجر بل ما يبيع لك اي قطعه بل ما يبيع لك مرايات يستعلم عليك مخلص ولا ماكش مخلص بحيث ينجم يعطيك تمويل بدون ضمان او ياخذ ضمان شيء موله لك وما عنده حتى خشيه من عدم الخلاص ربما في الدول نتاعنا احنا قاعد شيء يتحسن ما مازلنا ما وصلناش له شو رايك استاذ هذه السكع لا كيفاش كيف كان يمكن ان يعالج في الاقتصاد الاسلامي بصرف النظر عن الطريقة التي يعالج بها أنا أعتبر أنه لابد من أن ننظر في هذا في هذه البنوك هل هي بنوك تدعم خلق الثروة أم هل هي بنوك تتاجر فقط وأنا ألاحظ أن أغلب العمليات التي تمولها هذه البنوك في مختلف البلدان هي عمليات تجارية أكثر مما هي عمليات للاستثمار وخلق الثروة ولكن تنموية
أكثر ما هي عملية تنمية. معناها أن البنوك الإسلامية لا يمكن اعتبارها بضمن يعني الهيكل التنموي. هل سمعتم يعني نعم تفضل باعتبار حاجيات الاقتصاد التونسي. أنا هذا الذي يهمني وحاجيات الاقتصادات البلدان اللي مثل تونس. هذا من ناحية، لكن من ناحية ثانية لا يمكن أن أغض الطرف عن الممارسات التي حصلت بهذه المصارف الإسلامية في مصر مثلا. نعم. والتي أدت إلى يعني كوارث. أول بنك إسلامي تم إنشاؤه في مصر. الذين وضعوا أموالهم في هذه البنوك. نعم. لأنها عن طريق المرابحة وعن المضاربة المضاربة إلى غير ذلك، وكان مسلسل في رمضان يحكي عن ترتب على ذلك أنهم يعني أصبحوا بين عشية وضحاها عشرات الآلاف مفلسين. أنا لا أستطيع أن أعتبر أن هذه البنوك إسلامية لا حين تكون مشابهة للبنوك التقليدية ولا عندما تكون مخالفة لها. أعتبر أن المهم هو جوهر العمليات التي تقوم بها، وإلى حد الآن هذه العمليات يضفى عليها لباس إسلامي، ولكن في حقيقتها ليست إسلامية. وعندما توفيق منذ حين يقارن العمليات التي تتم في نطاق البنوك الإسلامية أو اللاربوية بالذبائح في أوروبا أو بالزواج، فأنا تهمني هذه المقارنة. لا لا واضح تهمني جدا، يرحم والديك يعني نزيه فعلا تهمني جدا هذه الأمور. من الذي وضع هذه القواعد التي تسمى شرعية والتي هي قواعد سنها الفقهاء في الذبح بطريقة معينة؟ الذين وضعوها في نطاق حضارة يمكن أن نقول أنها بدائية، بينما القرآن صريح في هذه الناحية. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل. لا، لم يقل إذا ما ذبحوا على الطريقة الفلانية أو الطريقة الفلانية. فنحن نحمل الإسلام ما لا يحتمل، وهذا عيب. وكذلك الشأن بالنسبة إلى الزواج الشرعي. هل الزواج الذي يتم أمام ضابط الحالة المدنية زواج غير شرعي؟ شرعي بالطبع، وهو يتم بمقتضى قانون وضعي. ولذلك فلا ينبغي أن نقول إن هذا زواج إسلامي، إن هذه ذبيحة إسلامية، إن هذا اقتصاد إسلامي. لا، هذه ثمرة اجتهادات بشرية، وتختلف باختلاف البيئات وموازين القوى وألف وألف عامل آخر. فلنكون فقط يعني مستقيمين في تفكيرنا، لا نغطي الحقائق ونخفي عليها هذا اللباس الإسلامي. أنا أرى أن ذلك عيب ويضر بالإسلام أكثر مما يخدم الإسلام. هذا هي النظرة. سعد مجيد، لا تسمحني لأن أتفقش معك 100%. هو الذبايح هذا ربما خرج عن موضوعنا، وإنما شو اسمه هذا من معلوم تقريبا من الدين بالضرورة، كون الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو اللي هلكنا. هذا المعلوم من الدين بالضرورة تحجب فيه ما تريد، وهو ليس في الحقيقة. ليس هناك أمور معلومة بالضرورة. كل التأويلات لها تاريخ. صحيح، كل التأويلات. وإنما من المعلوم بالدين من الضرورة كون الرسول صلى الله عليه وسلم من وقت الإجازة بعد إلى الآن كون المسلمين متواترين على طريقة متعذبها، اللي هي مش بشرط فادي راجل فانماط، وإنما هو المطلوب كون الذبيحة
يلزم يخرج دم تاعها من الوريد الوريد يعني الدم. يعني اما الباقي هناك مسالك بلديه وقواعد تحكم الصحه ومختصون في البيت. لا خلينا نفهم بعض، ما نحكيوش على عده اشياء في نفس الوقت. يعني الذبح الطريقه الاسلاميه في الذبح معروفه، هذه لا تحتاج الى دليل، هي تاريخيه ليست واضحه، هي تاريخيه مثل ما هو شاب بالنسبه الى اوروبا بلاد. بالطبع هو الرسول جاء في التاريخ طبعا تاريخية بلاد كفرنسا. نعم. لم يشرع فيها لطريقة الذبح الحالية إلا من سنة 65. نعم. يعني تو نعم. فهم لا يقولون أن هذه الطريقة مسيحية أو ضد المسيحية. لماذا نعم. نقول نحن أن الطريقة التقليدية وذبح الشياه على قارعة الطريق هذه طريقة إسلامية، بينما الطريقة التي تستعمل في لا 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 سعب مجد سعب مجد هذه أشياء هذا ما هو شرج من الموضوع. لا 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 وانا لا سعب مجد خسن في النقطة هذه مش موضوع باش نجاوز ستار انا مفضل ليس ذبح البنود بالعكس بالعكس تسمع سي مجيد سي منير دقيقة بالك خاطر في نفس السياق هذا باش نتكلم سي حمادي وكلمه ونختم. هاي أنا مش نذكر سي المجيد هو قلت في المقال بتاعك إن الشيخ الأزهر السابق فضل البنوك في أواخر القرن الماضي فضل البنوك التقليدية العادية على المصارف الإسلامية. كان تصريح كل إنسان يستطيع أن يتثبت من ذلك يعني. فهمتي اللي هو هذا ملاه تصريح صار هذا فهمتي كل شيء. قال لما رآه من جشع أصحاب تلك المصارف واستغلالها الفاحش. هل تنجم تبينوا كيفاش بينوا هو وقتها المفتي يعني نسبة الفائدة في المصارف الإسلامية التي تسمى بتسميات أخرى أكبر من نسبة الفائدة في المصارف العادية. لو سمعت مجيد هو مسح هذا تاريخيا وبالدراسات معناها لم تثبت هذا إطلاقا. وأنا ما رأي الشيخ طنطاوي نحترمه، كم رأي مخالف للشيخ طنطاوي؟ أسألك هذا السؤال. أنا أجبت في نفس المقال عن أن هذا الرأي لم يؤخذ به لأن الأصوات التي لها جاه إعلامي ومالي أقوى من صوت شيخ الأزهر، والدعاية الوهابية بالخصوص هي التي تغطت وغطت على هذا الموقف وأشبه هذا الموقف. ليس الموقف الوحيد، هناك أصوات عديدة رفعت للتنديد بهذه العمليات المشبوهة التي تأخذ لباس إسلامي. ولكن ما نسمع ما يستمع إليه المواطن العادي هو في هذه القنوات الفضائية التي يمولها نفس الإسلام الذي يمول في الحقيقة بالحق معناها سعد المجيد. بالنسبة للممارسات على مستوى الممارسات اللا أخلاقية في بعض الأحيان باسم أنها بنوك إسلامية إلى آخره، هذا شيء معناها ما يستقيمش حسب كان نقوله بالضبط. عندك الحق، لكن اللي ربما سعى مجيد ما تفهمش فيه معاك هو التعميم. لا ما يسالش خليني منها التعميم والأطلاق. تقول لي أنت البنوك الإسلامية وموارد الأموال الإسلامية، صحيح ثم عدة يعني موارد اللي هي بتاع أمراء اللي هما خذوها يعني جزءهم من عائدة البترول. أنا موافق سعى مجيد، لكن العديد من البنك الإسلامي للتنمية البنك الإسلامي للتنمية عائداته للدول. البنك الإسلامي للتنمية في تونس ونتابع في الأخبار في المدة هذه يعني أعطى ثم اتفاقية تمويل للبنك البي تي اس معناها بنك تضامن مرابحة مرابحة مش يعمل فيها عمليات مشاركة معناها تمويل سامي. وبالتالي فنقولوا ربما العديد والعديد من المشاريع في إفريقيا ومشاريع اجتماعية مولها البنك الإسلامي للتنمية. التدخلات في الاقتصاد مش جديد سامحني خلينا نكملك. تدخلات البنك الإسلامي للتنمية ضعيفة ومثيرة للجدل، لأنه البنك الإسلامي للتنمية كي تاخذوا مقارنة بالبنك الإفريقي للتنمية ما يفوتش 10% من تدخلات البنك الإفريقي للتنمية.
أوروكو هو البنك الإسلامي للتنمية. به. وهذا علاش هو. به. به. معناها هنا يلزم دخلوا النسبية. ربما ما عنديش أرقام أنا، أما ما فيها بس كن دخلوا النسبية. معناها؟ معناها كل شكل فيه ممارسات في بعض الأحيان لا أخلاقية وتؤدي إلى نتائج عكسية تماماً، وساعات يعني نعطيه للشكل قيمة أكثر من الجودة. هذا كله صحيح. وهذا أنا بش معناها في الأخير شو نقول؟ نقول راهو إذا كان اليوم في تونس ربما نفكروا في استعمال موارد البنوك الإسلامية هذه، فهذا راهو ما يمثلش حل بذاته، فيلزمنا مع هذا نفكروا في استعمال يعني استعمال الأموال هذه في مردودية اقتصادية هامة. معناها التمويل الإسلامي لا يمثل الحل، يلزمنا نشتغلوا على التمويل الإسلامي ونشتغلوا بطريقة نقدية على التمويل الإسلامي، وما نقبله كان اللي هو يمشي مع أخلاقيات بنوكنا. الخاطر أنا مع سعر مجيد إذا كان بنك إسلامي مش يجي لغاية ربحية معناه أكسسيف، عادنا نولي ربما نخير البنك معناه الأخلاقيات والنزاهة، كلمة النزاهة منك عجبتني برشا، والنزاهة والنظر النقدية للشيء حسب رأيي هامة جدا في تناولنا للمسألة. وبحول الله ذيك ربي عاوننا إن شاء الله باش نستغلوها ناخذوا الباهي نتاعها وما ناخذوش الأشياء السلبية والشكلية. أتمنى أنه أفدنا المشاهدين على الأقل بالتعريف ببعض المفاهيم تاع الاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية، وإن شاء الله صديق مرة أخرى في تحليل عمليات المصرف إن شاء الله. العملية بعملية. أنا مستعد على إشارة ربما المشاهدين سمعوا ربما بعض أشياء توضحت لهم بعض أشياء ما توضحت لهم، أما لو كان نأخذ في حصة تفاصيل حاجة معينة باش ندخل في التفاصيل حتى المشاهدين، وهو في الأخير مش يقتنع تكفل وهو في الأخير يختار. سعد نجيد شكرا جزيلا، سي توفيق أيضا، سي حمادي وسي منير، إن شاء الله نصدقكم في فرصة أخرى لإفادة المشاهدين، وشكرا جزيلا. بارك الله فيك. صحيح.